السلام عليكم، معكم كايزن من قناة Evil Nine. قبل لا أبدأ جبنا لكم قناة للألعاب. القناة هذه تعرض لكم لقطات مميزة وأشياء منوعة غيرها لمحتوى الألعاب. المميز في هذه القناة أنها كبداية جودة الفيديوهات فيها جميلة الصراحة، وإن شاء الله بعد دعمكم راح تتطور للأفضل. المهم راح تلقون رابطها تحت، لا تقصرون بدعمها. ونرجع للفيديو. الفيديو لليوم أغبى 10 نظريات في دراغون بول. مثل ما طلبنا منكم في المنتدى، كتبتوا لنا أغبى نظريات من دراغون بول زد إلى سوبر، وخلونا نبدأ. أول نظرية من حمودي آغا يقول: أغبى نظرية سمعتها هي إن فريزا يقدر يتحول لجولدن فريزا بسبب الطاقة اللي جوكو أعطاها لفريزا في كوكب بناميك. والله بالنسبة لي واضح ان صاحب النظرية متأثر جدا بالسوبر ساين، وكان يعتقد ان فريزا صار ذهبي بسبب كاي جوكو. يعني بكل اختصار سوبر ساين فريزا. انا بصراحة ببالي ما جاء الا هذا الشيء، ومن كثر ما ان النظرية ضعيفة جدا ما يحتاج اشرح لكم شيء، وراح اخلي لكم الرد. يعني النظرية الثانية من صديقنا اي، اعتقد حب يخبي اسمه بسبب النظرية. يقول: ما ادري اذا كانت مشهورة او لا، بس كنت اتوقع ياماتشا بيطلع من الساينز. شوف يا اي، بالنسبة لياماتشا مو بس انت اللي انخدعت، الاغلب انخدع. كلكم تذكرون في بداية زد كيف كنا حاطين آمال في هذه الشخصية، لدرجة أنه صارت أكثر شخصية أشوفها بحياتي تاخذ فرصة زي كذا، والأسباب كانت تافهة حرفيا. من ضمنها كان يلبس لبس نفس لبس جوكو، وكان شكله رهيب الصراحة. يعني حتى الخدوش اللي بوجهها كانت تحسسك بالهيبة، وكنا نتوقع على الأقل أنه بيجي يوم ويكون جدي فيه ونافس، لكن للأسف من هيبة إلى خيبة. النظرية الثالثة من أمير الملك يقول: من أغبى النظريات أن جوكو يقدر يتحول لا نهائي، ويقدر يتطور ويطول في شعره أطول من اللي قبله ويكون لونه أصفر. أنا ما أتفق الصراحة، ونلاحظ أن أمير قال آخر شيء يختلف الشعر ولكن اللون أصفر. أتوقع يقصد من زد عند تحول سوبر سينز 3، أو بشكل أدق قبل جزء سوبر. أنا رأيي تحولات اختلفت في سوبر عن جزء زد. في تحولات تغير من طبيعة الكي وقدرات كوكو، وتحولات عبارة عن دمج وتطور. لذلك ممكن نشوف تحول جديد ويكون زي الجير فورث مثلا حق لوفي. زد أني أمزح، ولكن توقعوا أي شيء عادي. النظرية الرابعة من عباس يقول: بيروس أمر فريزا يدمر كوكب السينز. للأسف بعد أنا سمعت ناس قالوا الكلام هذا قبل، والمشكلة من كلامهم أنت راح يتضح لك أنهم ما تابع بشكل جيد أو مستعجلين على النظريات. يعني وقتها بيروس أساسا كان نايم وقت التدمير، زائد أن طبيعة بيروس يحب الدمار، كيف راح يفوت على نفسه الحفلة؟ وأصلا من طبع بيروس أنه يحب يسوي كل شيء بنفسه، يعني كل شيء ضد النظرية هذه ما أدري كيف فكروا فيها أساسا. النظرية الخامسة من عواجي يقول: أبو جوكو باردوك عضو في الكون الرابع في حرب القمة، وهو المحارب الخفي. أنا بالنسبة لي ما أعرف ليش دائما الناس تتفلسف عن باردوك، ودائما نظرياتهم تطلع غلط. باردوك حي، باردوك راح يرجع، باردوك يراقب جوكو، جوكو راح يرجع باردوك. يا حبيبي كل واحد يعطي سيناريو من عنده. المشكلة انهم يحسسونك كأن الكاتب قال ترى افضل واحد يعطي سيناريو عن باردوك راح اسويه بالقصة. يعني الموضوع فاق مسألة نظرية. النظرية السادسة من ميمو جيمز يقول: عودة رادتس في أرك الأكوان، حيث في الأغنية التاسعة ترجمتها شعرك الطويل كان يحجب علي الرؤية، وهذه إشارة لشعر رادتس. طبعا واضح أن راعي النظرية طفشان، يعني راح يتابع الترجمة وينطرب، شاف الكلام قال اوكي خليني اكيس واطلع نظرية حلوة. الزبدة خلاص لا حد يحاول يفك الرموز والكلمات المشفرة. ترى احنا مو بانمي كونن، يعني ترى الاشياء اللي تطلع بالاوبننج والاشياء اللي يعني يلمحون فيها بالاغاني بالغالب تكون واضحة، يعني ما تكون عميقة للدرجة هذه، يعني مستحيل نهائيا. والانميات اللي تسوي زي كذا تقريبا نادرة جدا، ودراغون بول ما هو منهم اساس. النظرية السابعة من KLR يقول: الداشين كان يحاول يخدع المساعدين او الحكام او زينو. الشيء اللي جذبني وخلاني اخذ التعليق حقه هو انه اختصر جميع نظريات الداشين كان. يعني الداشين كان راح يخدع المساعدين او الحكام او زينو كله بسطر واحد. سبب غباء النظرية هي التحريات الزايدة عن اللزوم. يعني اكيرا بنفسه ما تعمق بالقصة وخلاها فيها حبكة زي كذا، وارحمونا شوي. يعني من اول ظهور الزينو والداشين كان يجيك واحد يكتب سيناريو لآرك كامل وكلها أسباب مو مهمة للأسف، بس شاف تعابير وجه الشخصية أو حلل من كيسة أو سمع بالأغنية كلام غريب. النظرية الثامنة من عبودي يقول: زينو هو ملك الأكوان الصغرى، وفي شخصيات أقوى من زينو، وزينو له أب، والأب هذا يحكم كل المجرات، وزينو مثل الداشين كان مجرد مساعد. أكثر شيء مضحك هو كيف عرفوا أن زينو له أب. بعضهم يقول لك أن صانع كرات دراغون بول زرم أبوه، وبعضهم يقول لك أن الداشين كان بنفسه أبوه. وغير كذا بالنسبة للمجرات الثانية، الكلام هذا طلع بسبب بعضهم حللها من المجرات اللي كانت عند زينو، مجرد انه شاف الصورة قال هذه مجرات بدون دليل قاطع او بدون كلام رسمي كذا، بس مجرد نظرة سريعة. طبعا الكلام هذا ما له فائدة ومبالغة من المتابعين، كذا تحول الموضوع من حماس الى خياس. النظرية التاسعة، وهذه النظرية من عندي انا لان باقي النظريات اللي قالوها المتابعين مكررة او ما تستحق الذكر. يقولك في هذه النظرية، او بالاصح عدة نظريات في نظرية واحدة، جوكو راح يتمنى فراغ. طبعا في الفراغ هذا حط اللي تبي، عودة شعب السينز، زيادة قوة جوكو، عودة باردوك، كل اللي مزاجك.
مشكلة هذه النظريات هي ما لها منطقية، يعني جوكو لو يحتاج انه يفعل احد هذه الاشياء كان صارت من البداية، يعني ايش راح ينتظر؟ وطبعا بالنسبة لشعب السين واضح ان اكيرا ما يبغى يرجع شعب السين، وكلنا ندري انهم كانوا مستعدين لكل شيء، يعني لو رجعوا كلهم راح يتعلمون تحول السوبر سين وبيكون في مصيبة في القتالات والمنطقية راح تنعدم 100%. وهذا الكلام ينطبق للامنيات الثانية برضو تقريبا. النظرية العاشرة والاخيرة برضو من عندي، وهي ان فريزا راح يكون طيب وراح يصاحب جوكو مثل فيجيتا. والله هذه فيها نص ونص، لان كلنا شفنا تعاون فريزا في حرب القمة مع انه خبيث ومستحيل تكون نيته حلوة. المهم انا برأيي الشخصي هذه نظرية غبية، لان فريزا شخصية حقيرة ومجنونة، وهو حتى لو صار طيب راح يكون حقير، يعني ما راح يختلف منه شيء اساسا، واصلا مستحيل انه يصاحب البشر نهائيا. ولكن ما ادري ليش الى الان في ناس تتوقع انه راح يكون بصفنا برغبته الشخصية، والصراحة يعني اتمنى ان يكون في شطحات زي كذا، يعني بالعكس عادي، يعني راح تكون اضافة مرة جميلة جدا. ولكن انا يهمني اكثر اللي هي عودة بعض السينز. طبعا ما اتكلم عن شعب السينز، شعب السينز ما في اي منطقية لو بيرجعون كلهم، ولكن يعني على الاقل يرجع رادتس، يرجع نابا، على الاقل نشوف باردوك اللي كل الشعب يتمناه ويسوي نظريات من الكيس عنه. فاكيد يعني اشوف انه افضل من سالفة فريزا، لان فريزا انا اشوف ان الافضل كعدو فقط، مع انه خلاص استهلك وما يعني خلاص خلينا نشوف عدو جديد، يعني ليش تفكرون بفريزا يعني. وهنا خلاص وصلنا نهاية الفيديو، وعاد اكتب تحت وش اغبى نظرية مرت عليك في تاريخ انمي دراغون بول، ولا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل زر التنبيهات. كايزن كان معكم، نراكم لاحقا.